أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام وفي الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. بشر في موقع الهيانات مقتل ضابط كبير في حماية العباد بنيران سرايا السلام. ونتصفح في المدى البرلمان عاجز عن معاقبة أعضائه المتغيبين وهم 15 نائبا. أما في موقع كتابات نتصفح معصوم رفض توقيعه قانون الموازنة العراقية يعود إلى البرلمان مجددا. أما في الجزيرة نت واشنطن تدعو موسكو لوقف التصعيد جنوبي سوريا. ونطالع في العربي الجديد رفع الحظر الجوي عن كردستان الأصعب ما زال قائما. بشر في القدس العربي مايك بومبيو الحظر سياسيا من الاستخبارات إلى الخارجية الأمريكية. وأخيرا وليس آخرا في الحياة، روسيا تتجاهل المهلة وبريطانيا تشاور الحلفاء. أهلا بكم. جيش العراق تحت مطرقة التغيير الديموغرافي، بهذا العنوان بدأ الكاتب حامد الجيلاني مقالته بصحيفة العرب اللندنية، مضيفا أن دمج الميليشيات بالجيش تخدير موضعي بسلاح ذي حد، سلاح يحز كرسي الدورة الثانية لرئاسة العباد وآخر يتجه لتدعيم حظوظه فيها. وفي الحالتين الجهة المنكوبة هي شعب العراق الجديد في طروحات الدمج، يكتفي في قرب أداء امتحان الانتخابات تحت تلويح عصا المرشد خامنئي الذي لم يتوانى أبدا عن رفع إنذاراته بإشهار سكاكين مطبخه في عملية ذبح الحلال. إجراءات حصر السلاح بيد الدولة تأتي لحماية المواطنين وفرض سلطتها، هكذا يقول حيدر العبادي رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة بعد مرور ما يقارب سنة ونصف السنة على تشريع قانون هيئة الحشد في برلمان العراق. وكأن العبادي يعترف أن السلاح طيلة المدة الماضية لم يكن تحت إمرته، كما كان يردد دائما مع الأحزاب الطائفية تأكيدا على سلامة تطبيق التكييف القانوني باعتبار الحشد جزءا من القوات المسلحة وهو مقيد بصلاحياته بتوجيهات رئيس الوزراء، أي أن السلاح كان حصرا بيد الميليشيات الطائفية المكيفة باصطلاح حشد فتوى المرجعية المذهبية، والذي تم تكييفه فيما بعد بهيئة الحشد الشعبي. حيدر العبادي في إعلانه المعاد عن دمج الميليشيات بالقوات النظامية يؤدي دور الدمية في فن الكلام من البطن والباطن، اعتقادا وظنا منه أنه صاحب الصوت وصاحب القرار. ثمت إنسان يرحل من بلاد الرافدين ويترك مكانه شاغرا لتحتله حفنة من الميليشيات وتجار الحروب. ويضيف الكاتب دمج الميليشيات بالجيش أو بالقوات النظامية والأجهزة الأمنية حصل حتى قبل فتوى المرجعية المذهبية، وإلا كيف يمكن تفسير تلك المؤتمرات والاستعراضات المسلحة للفصائل وكميات ونوعيات الأسلحة وما تكلفت به من واجبات وعمليات تندرج تحت صلب مهمات المافيا والعصابات الخارجة عن القانون، وبعضها استهدف اختطاف شخصيات لصالح مساومات دولية مع إيران ساهمت في تفاهمات إيداع العراق في حساب ولاية الفقيه ونهاية لعبة جر حبل الاتفاق النووي. كل هذا جرى تحت مرعى ومسمع برلمان وحكومة العراق تم انتخابهم بنظام ديمقراطي.
بعد مقتل رجل مسيحي مع زوجته في مدينة ناصرية جنوبي العراق، وتكرار الحالة مع طبيب مسيحي آخر مع أسرته، ثم صائغ ذهب من طائفة الصابئة المندائيين خلال أسبوع، عاود ملف اغتيال وتصفية الأقلية العراقية للظهور مجددا ليفضح ضعف الجهود الأمنية ويفتح باب التساؤل عن ممولي وداعمي العصابات المنظمة والميليشيات المسلحة التي تمارس الإرهاب والترويع ليلا ونهارا بحق أهالي العاصمة. وحيث قتل يوم الجمعة في بغداد طبيب مسيحي مع أسرته في حي سكني شرقي بغداد على يد مجهولين، ما دفع بعشرات الناشطين المدنيين والصحفيين ورجال دين من الديانة المسيحية إلى التجمع والاحتجاج أمام بيت القتيل لمطالبة القوات العراقية بأخذ دورها في حماية المواطنين وإجراء التحقيق القضائي بشأنها، وذلك بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. وقال الصحفي ماهر صمد إن العصابات التي تستهدف بالقتل شخصيات من الأقليات الدينية في العاصمة عادت من جديد بعد فترة هدوء ارتاح فيها سكان بغداد، لكن أن تخسر بغداد خلال أسبوع واحد 7 مسيحيين هو أمر مقصود. وبين للعربي الجديد أن البغداديين يعرفون من يقتل هؤلاء الناس، يعرفون القتلة وهم واضحون للجميع، لكن لا أحد يجرؤ على الحديث عن أسمائهم أو عن الجهات التي تدعمهم، وهذا الصمت سيطول لأن القتلة لديهم إمكانيات دولة، يمتلكون أسلحة مرخصة من الدولة وسيارات حديثة مضللة ذات أرقام حكومية. ووقعت جريمة مماثلة أسفرت عن مقتل صائغ صابئي مع زوجته في منطقة 7 بكار شمالية بغداد في حادثة غامضة رواها أحد أقرباء القتيل قائلاً: تم اختطاف الرجل مع زوجته الثلاثاء الماضي، بعدها أجبر الخاطفون الرجل على الذهاب إلى محل الصياغة خاصته ونقل المصوغات الذهبية والأموال من المحل إليهم مع الإبقاء على الزوجة رهينة لديهم. القتلة يسلبون أموال المختطفين قبل تنفيذ عمليات النحر والشنق بحقه، وبذلك فهي حقيقة عملية إنهاء وجودي ومادي للمسيحيين وغيرهم من الأقليات. وحيث أصدرت الجمعية العراقية لحقوق الإنسان إحصاء بأعداد المفقودين في العراق من مختلف الطوائف، بينت فيها أن العراق فقد 81% من مسيحيه منذ عام 2003، حيث وحدث أن دفعت الأخطار الأمنية ما بين عوام 2006 حتى 2014 أغلب المسيحيين وأبناء المكونات الأخرى في العراق للجوء إلى إقليم كردستان كونه أكثر أمناً من باقي مناطق العراق التي شهدت حروباً طائفية انتهت أخيراً باحتلال داعش لمناطق عدة من البلاد، ثم بسيطرة قوات وميليشيات مسلحة على مناطق بغداد من خلال نفوذها الموالي لجهات خارجية أبرزها إيران بحسب الصحيفة. يخطئ من يظن أن القوى السياسية العراقية فشلت في بناء الدولة بعد 2003، لأنه هنا يفترض أن هذه القوى اعتبرت بناء الدولة هدفاً أو أنها قصدت بناء دولة لكنها فشلت، بينما الواقع هو عكس ذلك تماماً. لا القوى السياسية ولا المواطنين أرادوا دولة من أي نوع، ربما نوع المواطنين أيضا لم يرغبوا أيضا بدولة حقيقية رغم البكاء والعويل اليومي، فقد فعل المواطنون كل ما يمكن أن يحطم الدولة، فهم استولوا على أراضيها ومبانيها ونهبوا ممتلكاتها وزوروا وثائقها وانضموا لجماعات مسلحة، وحقيقة يبتكرون يوميا وبشكل جماعي جميع أنواع الحيل للتملص منها وخداعها، وهم عندما يطالبون بالدولة إنما يريدون من يطعمهم ويسكنهم ويحميهم بلا التزامات. هكذا يرى الكاتب ساطع راجي في مقال نقدي للمجتمع وأحزابه في العراق.
مئات الآلاف من المزورين لشهاداتهم الدراسية والذين يسكنون في بيوت وأراض مغتصبة ويستولون على أرصفة المدن ليجعلوا منها أسواق وجراجات. هؤلاء لا يريدون ظهور الدولة، الآلاف من رجال الدين وشيوخ العشائر الذين يعتشون على غياب الدولة لا يريدون ظهورها، رجال الأعمال والمقاولون والتجار لا يريدون دولة تلاحقهم لجباية الضرائب وتقفل الشركات المشبوهة وتضع شروطا صارمة للتعاقد. آلاف الموظفين غير المنتجين لا يريدون ظهور الدولة التي تجبرهم على العمل مهما كان الأجر، حتى من ينتقدون غياب الدولة كمحللين وإعلاميين لا يريدون ظهورها لأنهم سيحاسبون على كل ما يقولونه ضد مصالح الدولة التي ستلاحق أيضاً مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والمنظمات التي تفرخ محللين وخبراء ونشطاء. البكاء على غياب الدولة ليس حقيقياً دائماً بل نادراً ما يكون حقيقياً، فقد تم بناء الحياة العامة على أساس غيابها، بينما سيحطم ظهورها الكثير من الأعمال والعلاقات وسيؤدي إلى تغييرات كبيرة بل هائلة، منها تراجع مؤسسات اجتماعية مثل الطائفة والعشيرة واختفاء مصالح اقتصادية. اللاوعي الجماعي يدرك ذلك، وبالاحتيال المعتاد أو بوسائل الدفاع النفسية جعل من الدولة مثالا نحلم به لكن نستبعد وجوده كاملا وبرمتها مثل أي قيمة عليا. المجتمع حقيقة ذبح الدولة بسبب الغضب من قهرها وفشلها في تحقيق أهدافه وطموحاته وحولها إلى أداة قمع مطلقة بحسب الكاتب. لا فرق بين مواطن وآخر ويتساوون بالحقوق والواجبات، هذا ما نصت عليه مفاهيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدستور العراقي. يعبر الواقع عن سوء خدمات وتدن معيشي وإهمال متعمد وسرقات كبرى وفشل إدارة وتخطيط طبقية مقصودة. تظاهرات في الحسينية وجسر ديالى ومناطق أخرى وفوران في مناطق أخرى من أطراف بغداد تعبر عن طبيعة الخدمات المتردية وتفاوت في توزيع الحقوق الطبيعية، وتبين معاناة أشد وطأة كلما ابتعدنا عن مراكز المحافظات وكلما ابتعدت المحافظة عن العاصمة، ولا تشبيه لها سوى أنها مدن منسية. والمتاجرة أيضا بمعاناتها لأصوات انتخابية هذه مشكلة كبيرة، هكذا جاء في مقال الكاتب واثق الجابري في موقع كتابات. دفع حجب الظلم والاستهانة بالقهر بالأهالي للتظاهر إلى درجة قطع الشوارع الرابطة بالمحافظات كوسيلة ضغط على الحكومة. وفي مشاهدة إحدى البرامج في تظاهرة مماثلة في النجف، تحدث مواطن بصراحة أمام مدير الناحية وقال: هذه المرة الأولى التي نراك فيها، وفند للادعاءات التي كان يتحدث بها المسؤول وعلى الهواء مباشرة، وأوضح سوء الخدمات وحجم المليارات المهدورة أو المنهوبة المخصصة لتلك المنطقة أو المحولة إلى مراكز المدن. الاحتجاج تعبير سلمي عن سقط تجاه الأداء الحكومي السيء والتفاوت الطبقي المقصود واستضعاف المواطن وحرمانه من أبسط الحقوق، فالخدمات بأسوأ حالها والتعليم في مدارس طينية أو صفوف بدوام ثلاثي وصف بستين طالب، ولا أسيجة للمدرسة ولا ملاعب للأطفال ولا ماء نقي ولا كهرباء كبقية المناطق، والشوارع غارقة بالبرك الآسنة المحاطة بالنفايات، وبيئة موبوءة ولا مستشفيات كبيرة، وعلى هذه الشاكلة بقية الخدمات. سياسة مركبة وفقدان عقلية إدارة الدولة.
بإهمال حقوق معظم سكان البلاد وتقصير متعمد في صلب سياسة دولة منذ تأسيسها على تجهيل وإفقار مواطنيها وفرض الطبقية بأقلية حاكمة متناعمة بالخيرات. حققت التظاهرات حقيقة استجابة نوعية ما عند السلطات الحكومية وحركت ساكنا في برك راكدة بالفساد والإهمال والتقصير وقصور الرؤية، وستحفز تظاهرات أخرى في قطاعات مختلفة ومناطق أخرى للمطالبة بانتزاع حقوقها الطبيعية بلا منة ولا تكريم من أحد. والمواطن أينما كان في الأطراف أو المركز فهو بنفس الحقوق وعليه نفس الواجبات بحسب الكاتب. ونحن نتابع الاستعداد للسباق الانتخابي في العراق. لابد من تسليط الضوء على نقطة مهمة هي حملات الدعاية الانتخابية وتمويلها وشبهات الفساد التي تشوبها. ففي العلوم السياسية مثلا يشير مصطلح تمويل الحملات الانتخابية إلى الأموال التي تجمع وتنفق من أجل الترويج للمرشحين والأحزاب السياسية والسياسات الأخرى خلال الانتخابات والاستفتاءات والمبادرات ونشاطات الأحزاب وتنظيماتها. ونتيجة لحالة الفساد المستشرة في العراق، فإن متابعة مظاهر الفساد في الحملات الانتخابية قد يعتبر من الحالات المثيرة للضحك لدى البعض. فهناك فساد لا محالة منه بحسب مقال للكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربية. في البدء الأمر متعلق بشكل أساس بقانون الأحزاب وتمويلها الذي لم يفعل بشكل منقنع حتى الآن في العراق، فالكثير من الأحزاب والحركات لم تعلن عن ذمتها المالية ومصادر تمويلها، ولم تكشف بشفافية عن حساباتها المصرفية، ليتسنى للجهات الرقابية والقضائية متابعة أي شبهة فساد قد تمارس في هذا الشأن. كما أن الكثيرين يطعنون بنزاهة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأن مجلس المفوضين تم اختياره وفق تواطؤ ومحاصصة الأحزاب الكبيرة التي توزعت مقاعده فيما بينها، وبالتالي فإن دور هذه المفوضية كجهة رقابية مستقلة مطعون فيها منذ البدء. وبحسب موظفين سابقين في مفوضية الانتخابات أشرفوا على عملية الاقتراع السابقة عام 2014، فإن كلفة الحملة الانتخابية للمقعد البرلماني قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عبر ما يتم تنفيذه من حملات دعائية، ولكنه قد ينخفض في بعض المحافظات والمدن الصغيرة والهامشية إلى عشرات الآلاف من الدولارات، قد تصل إلى 50,000 دولار. والأهم من كل ذلك عمليات توصف بأنها حملات لشراء الأصوات الانتخابية، حيث تتم هذه الحملات عبر توزيع المساعدات والهبات العينية مثل البطانيات والمدافع، وقد يصل الأمر إلى توزيع المواد الغذائية كالزيت والبقول والرز وغيرها وحتى كروت شحن الهواتف النقالة. لكن البعض تحدث عن توزيع هدايا ثمينة للنخب من المجتمعات المحلية ورؤساء العشائر ورجال الدين والزعامات المحلية، إذ وزع عدد من الساسة المعروفين سيدتي وسادتي قطع سلاح مسدسات على شيوخ العشائر أو السيارات ربما في بعض الأحيان، وربما قطع أراضي على رجال دين بحسب الكاتب. الحرب السورية الوحشية التي شنها بشار الأسد على شعبه منذ 7 سنوات تحت عنوان مكافحة الإرهاب أثبتت أن ثقافة الكذب تجمع بين الحلفاء الثلاثة روسيا وإيران والنظام السوري. بحسب الكاتبة رندا تقي الدين في مقالة في صحيفة الحياة، مضيفة أن القصف العشوائي الذي تتعرض له الغوطة الشرقية من الطيران السوري مع استهداف المستشفيات وعدم إتاحة إدخال مواكب المساعدات الإنسانية تؤكد ما هو ظاهر للجميع، وهو عدم التزام روسيا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الذي وافقت عليه بالنسبة إلى وقف القتال في الغوطة وإدخال المساعدات. ف
فروسيا وتحت ضغط دولي هائل وافقت على القرار ولكنها لم تلتزم به، وهي تساعد النظام على الاستمرار في القصف. وعندما يعاتب وزير الخارجية الفرنسي جين إيف لودريان نظيره الروسي سيرجي لافروف على عدم وقف القصف والقتال في الغوطة، يجيب لافروف أن القصف يستهدف الإرهابيين في الغوطة وليس المدنيين، ونظام السوري ومخابراته تدربا على يد الاتحاد السوفيتي الذي ورثته روسيا بقيادة أشخاص مثل بوتين تعلموا وكبروا ضمن دكتاتورية النظام السابق. والنظام الإيراني لا يقل عن حلفائه الأسد وبوتين في الكذب، خصوصا عندما ينفي أي تزويد للحوثيين وحزب الله بالصواريخ البالستية. إن تدخل إيران على الأرض في سوريا بخبرائها العسكريين ومقاتلي حزب الله لحماية الأسد وبنائها ترسانة صواريخ وأسلحة بين لبنان وسوريا يساهمان في زعزعة استقرار كل منطقة الشرق الأوسط بما فيها الدول الخليجية بأسرها. وتضيف الكاتبة: من يقول إن الحوار مع روسيا وإيران مفيد يخطئ التقدير، لأنه لا يسفر إلا عن عدم التزامات والمشاركة في جرائم الأسد على شعبه والبقاء على أرض عربية استولوا عليها بتقدمه من كما يصف الكاتب حقيقة دكتاتور سوري خرب بلده ليبقى رئيسا على أجزاء محطمة منه، والأسرة الدولية تترك الشعب السوري يقتل ويقتل بالأحرى، والقصف الروسي السوري مستمر، والكل يعلم أن بوتين وفريقه والقيادة الإيرانية يمارسون الكذب ويشاركون الأسد في جرائمه من دون أن يتحرك أحد لإيقافها ومعاقبة المجرمين. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.